الوطنية حول العنف الرقمي المرتكب ضد النساء الذي تقوم بها وزارتكم؟ وشكرا. شكرا. تفضلي السيدة الوزيرة. السيدة الرئيسة، شكرا السيدة النائبة المحترمة. اللي نبغي نشير هو أن وزارة التضامن الإجتماعي والأسرة كتعطي واحد الأهمية كبرى لمحاربة العنف ضد النساء بصفة عامة وخاصة العنف الرقمي. واللي نبغي نشير أننا أول حملة وطنية على الصعيد الوطني اللي كانت ضد العنف الرقمي قامت بها وزارة التضامن الإجتماعي والأسرة سنة 2022، وكان الهدف ديالها هو جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وامن للنساء والفتيات، واللي وصلت اكثر من مليون الحمله التحسيسيه والوصله التحسيسيه وصلت اكثر من مليون ونصف. ايضا الحمله ديال هذه السنه هي محارب العنف مدن نبلغوا عليه في كل مكان بما فيه المجال الرقمي. وايضا قمنا بمراجعه او بدراسه قيميه للقانون القانون 103/13، وكنوه ايضا بالمبادره البرلمانيه، وحنا كنشتغلوا دابا باش يكون واحد التقييم شامل اللي نشوفوا بالضروره اللي اكدنا فيه على ضروره تنصيص صراحه على العنف الرقمي والمعاقبه والزجري المقاربه الزجريه القويه فيما يخص العنف الرقمي ايضا. وشكرا. شكرا السيده الوزيره. جواب تعقيب السيده النائبه. شكرا السيدة الوزيرة. حسب ما ورد في تقرير المندوبية السامية للتخطيط فإن العنف الرقمي في تزايد مضطرد، 1.5 مليون امرأة مغربية، 28% لدى النساء والفتيات الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 سنة، وهي أرقام مزعجة وتدق ناقوس الخطر. سيدة الوزيرة، العنف ضد الفتيات والنساء وخصوصا الرقم منه مكلف اجتماعيا، اقتصاديا، ثقافيا، تربويا وصحيا. نحن في الفريق الشراكي سيدة الوزيرة نذكركم ونلح عليكم بان بخطوره هذا العنف، ويعني نرجو ان تكون هذه الحمله متواصله وليست موسميا فقط. السيدة الوزيرة، بانخراط وذلك بانخراط جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين ومن اجل المواكبة الفعلية للضحايا، لأن هذه الآفة تنخر المجتمع المغربي بصمت وهي تؤثر على الأسر والأجيال المستقبلية. وشكرا. شكرا سيدة النائبة.